قالت هيئة علماء المسلمين إن حكومة الاحتلال الثامنة تسببت بفاجعة أخرى في المجال الصحي، حيث احترق أكثر من 92 مريضا وأصيب العشرات من الراقدين في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية. أضافت الهيئة في بيان أن الإهمال الحكومي للمستشفيات وعدم تجهيزها بأنظمة السلامة وتغاضي حكومات الاحتلال عن الفساد المالي والإداري في وزارة الصحة جعل المستشفيات آلة موت تحصد أرواح العراقيين يوما بعد يوم. وأوضح البيان أن جريمة حرق مستشفى الحسين وجريمة مستشفى ابن الخطيب في بغداد وعدم محاسبة المسؤولين هي شواهد حية على استمرار حرب الإبادة ضد أبناء الشعب العراقي وتدمير البلاد التي تتناغم مع سياسات القمعية لحكومات الاحتلال وأحزابها وميليشياتها. وحملت الهيئة مسؤولية فاجعة مستشفى الحسين للحكومة وأحزابها، داعية العالم إلى الكف عن تجاهل حجم المأساة التي يعاني منها الشعب العراقي ووقف دعم العملية السياسية التي تسببت بكوارث يندى لها جبين الإنسانية. قالت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إن حادثة إحراق قسم العزل الصحي في مستشفى الحسين يمثل جريمة أخرى تضاف إلى جرائم أحزاب السلطة وميليشياتها بإشراف إدارة العتبات الدينية المسؤولة عن بناء قسم العزل الصحي في المستشفى الذي تسبب بهذه الفاجعة الأليمة، لا سيما أنه مبني من مادة قابلة للاشتعال. وأضافت اللجنة أن الفاجعة تستوجب محاكمة كل المتسببين بها، فضلا عن حكومة الكاظم لتقاعسها عن تأهيل المستشفيات بعد جريمة إحراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مؤكدة أن مسلسل تدمير وزارة الصحة لم يتوقف تنفيذا لمشروع التدمير الكامل التي تشرف عليه أمريكا وإيران وأدواتهما في العراق. هذا وقدمت اللجنة التعازي لأهالي ثقار، وأكدت أن عدم الجدية في التعامل مع الحريق وانعدام السرعة في إخراج المرضى ومظاهر الجثث المحترقة يمثل إرهابا حكوميا نفذته أحزاب وميليشيات حاقدة على أهالي الناصرية. وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن فاجعة مستشفى الحسين الجامعي بذقار، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الشيخ أحمد غانم. أهلا بك معنا شيخ أحمد. أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك الله فيك. أهلا بك شيخ أحمد. يعني أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشأن فاجعة مستشفى الحسين الجامعي بذقار، بداية كيف تقرؤون هذه الحادثة التي تعد الثانية خلال أشهر قليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أنفسنا ونعزي أهالي ذقار الأصلاء الأبطال بهذا المصاب الذي راح ضحيته لحد الآن أكثر من 85 شهيد و200 جريح، ولا زالت الجثث متفحنة جراء الحريق الذي وقع في مستشفى الحسين، علما ان جميع الراقدين في المستشفى كانوا يتعالجون من فيروس كورونا في قسم العزل الصحي. ان حرق قسم العزل الصحي الحقيقه في المستشفى هي جريمه اخرى تضاف الى جرائم الحكومات المتعاقبه، اي من 2003 لحد الان، وفي وقت حكومه الكاظمي لحد الان الحريق الثاني بعد حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد. هذا الحقيقة حريق مستشفى الحسين وما نتج عنه من ضحايا مدنيين أبرياء يظهر حجم الجريمة والواقع الصحي المتردي للمستشفيات العراقية والمراكز الصحية التي تتعرض بتعمد طبعا وبتعمد إلى أهمال بسبب الفساد المالي والإداري في وزارة الصحة. نعم شيخ أحمد، يعني اتهمتم في البيان الميليشيات بارتكاب هذه الحادثة، ما هي المؤشرات التي استندتم عليها في هذا الاتهام؟ الحقيقة شهود عيان نقلوا الحادث يعني اللي جرى في مستشفى الحسين، أن هناك مجموعة من سيارات الميليشيات دخلت قبل الحادث بساعة تقريباً،
وهذا الحديث لشهود عيان في المستشفى، ودخلوا إلى القاعة التي تحتوي على قناني الأكسجين، وبعد خروجهم في نص ساعة حدث الانفجار. هو انفجار وليس حريق، يعني الانفجار الذي حدث بعد خروجهم في نص ساعة. هذه نقطة. النقطة الأخرى الحقيقة هو أن التظاهرات المستمرة في الناصرية والمطالبة بالحقوق المشروعة لأهل الناصرية وكل العراق هو الحقيقة هي سبب في تحمل هذه الميليشيات على أهالي الناصرية، وقد استخدموا معهم عدة طرق في الاغتيال وفي الاعتقالات وكثير من الأمور التي الحقيقة استخدمت من قبل القوات الحكومية والميليشيات المسلحة التي تجول في شوارع الناصرية. طالبتم في بيانكم بمحاسبة المسؤولين عن الحادث. شيخ أحمد، هل تعتقد أن الكاظمي يستطيع فعلا محاسبة المتهمين بالتسبب بهذا الحريق حتى لو توصلت التحقيقات إليهم وأصبحت معاقبتهم واجبة؟ نحن نعلم جميعا لا يستطيع الكاظمي ولا الحكومات رؤساء الحكومات قبل الكاظمي أن يحاسبوا المجرمين الذين يرتكبون الجرائم ضد الشعب العراقي. وهذه مو أول مرة، كثير من الحوادث اللي صارت قبل حرق مستشفى الحسين، مستشفى ابن الخطيب في بغداد، الآن تدمير أبراج الكهرباء اللي موجودة الآن في المناطق الغربية والشمالية، وهناك أحداث كبيرة بالاغتيالات النشطاء واغتيال رؤساء العشائر واغتيال المتظاهرين، كلها تسجل ضد مجهول. لا يستطيع لا الكاظمي ولا القضاء المسيس الضعيف الذي يعاني من عند العراق أن يحاسب هؤلاء، ولهذا نلاحظ أنه الجريمة مستمرة والاعتداء من الميليشيات مستمر، ولا يستطيع أي حكومة في هذه الظروف التي تسيطر عليها الأحزاب الحاكمة التي تمتلك هذه الميليشيات المدعومة. ولهذا ان من يتحكم الان في القضاء وفي القرار السياسي العراقي هي الاحزاب المتنفذه والميليشيات التي لا يستطيع الكاظمي ان يقف وجهها. نعم، يعني اذا كان الكاظمي لا يستطيع محاسبه هؤلاء، من هي الجهه التي تطالبونها بالمحاسبه؟ احنا الحقيقه اللجنه العليا في الميثاق الوطني العراقي اوصلنا الى المجتمع الدولي في جميع هياكله، وإلى المنظمات الإنسانية وإلى منظمات حقوق الإنسان، نوصل لهم كل الأعمال الإجرامية التي تحدث ضد شعبنا في العراق وضد المنشآت الحيوية داخل العراق. لكن نحن نعلم جيدا أن القضاء العراقي الآن مريض، لابد أن يتعافى بعد إزاحة هؤلاء العمال الذين جاء بهم المحتل، بعد إسقاط العملية السياسية من خلال الإرادة الشعبية التي تطالب بإسقاط العملية السياسية وبإخراج هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يفعلوا شيء في العراق إلا الدمار والخراب وقتل المواطن العراقي البريء. ولهذا نحن نعول على إرادة شعبنا وعلى إرادة المتظاهرين الأحرار الثائرين وعلى إرادة الخيرين من أبناء شعبنا للتغيير، وهناك تحدث بحدوث القضاء العراقي الصحيح الذي يتعامل مع الجريمة بدقة ويحاسب المجرم ويأخذ جزاء العادل إن شاء الله. نعم، إذن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الشيخ أحمد الغانم، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.